تحياتي مشاهدينا من جديد، وهذه حلقة جديدة من برنامج من لندن وجولة في الصحف البريطانية، ونتابع في هذه الحلقة. وزير الدفاع البريطاني يكتب: الوقت ينفد أمامنا في أفغانستان. صعود طالبان يهدد القرن الأمريكي وحلم بريطانيا العالمية. المخاطر تتعقب الأطفال من كابول إلى لندن. الصحف البريطانية مشاهدينا خصصت صفحاتها الأولى لمناقشة تداعيات الموقف في أفغانستان. فساندي تيليغراف اهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بشأن أفغانستان، وعنونت: بلير يصف قرار الانسحاب الأمريكي بالغبي. ساندي تايمز عنونت ب: بلير يهاجم قرار الانسحاب الغبي والفوضى تتزايد في كابول. أما عنوان ميل أون ساندي فهو: بريطانيا تدعو الأفغان إلى الإسراع نحو الحدود لإتمام عملية الإجلاء هناك. فيما عنونت الاندبندنت: أفغان ماتوا سحقا في فوضى مطارق كابول. بينما ركزت الأوبزيرفر على الجانب الإنساني بعنوان: الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان. في صحافة اليوم ظهور لمسؤولين سابقين مثل توني بلير وحاليين مثل وزير الدفاع البريطاني، والذي كتب مقالا في صحيفة ميل أون ساندي تحت عنوان: الموعد الأمريكي للانسحاب يقترب والوقت ينفد لإتمام الإجلاء. بينما أكتب هذا المقال نناقش طرق التواجد في أفغانستان بعد الانسحاب، فهناك الكثير من العمل الواجب فعله لضمان حسن الموقف. إذا تمسكت الولايات المتحدة بالموعد النهائي للانسحاب، لن يكون هناك وقت مضيع كي نجلي معظم المنتظرين هناك. لدينا الطائرات ونريد فقط آلية العمل. صحيفة الاندبندنت مشاهدينا ركزت على الأزمة التي تواجه الحكومة بسبب ملف أفغانستان أيضا، ونشرت الصحيفة تقريرا لأشلي كوبرن تحت عنوان: ضغوط متصاعدة على رئيس الوزراء لإطلاق تحقيق رسمي بشأن أفغانستان. ونشرت أيضا تقريرا آخر تحت عنوان: مجلس العموم قد يطلب الاطلاع على المعلومات المخابراتية بشأن السقوط السريع لأفغانستان. الموقف في أفغانستان دفع بالصحف البريطانية أيضا إلى بحث التداعيات على السياسات الخارجية البريطانية والأمريكية. صحيفة الأوبزيرفر نشرت مقالا على مساحة 3 صفحات لمراسلها في واشنطن جوليان بورغر، وجاء تحت عنوان: بعد الفوضى في كابول، هل انتهى القرن الأمريكي؟ وكتبت أيضا صحيفة ساندي تايمز افتتاحية بعنوان: أزمة أفغانستان هي فرصة تعزيز خطة بريطانيا العالمية. وفي الأوبزيرفر أيضا كتب أندرو رونسلي مقالا تحت عنوان: أفغانستان أثبتت أن سياسة بريطانيا العظمى غير فعالة وتفتقد الأصدقاء. وكتبت أيضا جانيت ديلي في ساندي تيليغراف: صعود طالبان مجرد بداية لأزمة أو بداية أزمة للغرب. من لندن ينضم إلي عبر خدمة سكايب دكتور أحمد عجاج، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور أحمد. دكتور، يعني تابعت معنا الملف الأفغاني متصدر للصحف البريطانية اليوم. دعني أبدأ معك بالمقال الذي كتبه وزير الدفاع، تحدث فيه عن أنه الوقت قد ينفد ويجب الإسراع بإيجاد آلية عمل لإجلاء الرعاية. إلى أي مدى، يعني كيف نقرأ هذا المقال خصوصا وأن وزير الدفاع البريطاني هو الذي كتبه؟ يعني هذا دليل على أن بريطانيا غير قادرة لوحدها على لعب دور قوي كالتي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريدون من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمدد يعني موعد الخروج من كابول لكي يتمكنوا من إجلاء يعني الرعاية البريطانيين والذين تعاونوا مع بريطانيا، لكن أمريكا تحت قيادة بايدن مستمرة حتى الآن في هذا الموعد، ولذلك هم في أزمة لأنهم لا يستطيعون
أن يحلوا مكان الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة ومن حيث يعني خطوط التواصل مع طالبان. حتى الآن البريطانيين لم يقوموا باتصالات كما يفعل الأمريكيون مع طالبان، ومعظم الاتصالات تتم عبر الوسيط الأمريكي، وبالتالي إذا ما خرج الأمريكيون فبريطانيا ستكون أمام أزمة لا يمكنها معها نقل اللاجئين أو الذين يريدون أن يجلوهم من أفغانستان إلا بالتعاون مع طالبان، وإذا ما فعلوا ذلك فهذا أيضا سقطة أخلاقية أخرى، لأنهم يعني يتصرفون على أنهم قوة عظمى وأنهم قادرون على أن يفعلوا الكثير، لكن أزمة أفغانستان يعني أبرزت مرة أخرى كما أبرزت أزمة ليبيا أن الغرب بدون أمريكا لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء. دكتور أحمد، يعني إذا ما تحدثنا عن رسائل كما ذكرت بأنه الوقت ضيق وربما هي رسائل لأمريكا، إلى أي مدى هذا يبرر كل المطالب والضغوطات التي تتعرض إليها اليوم الحكومة البريطانية بشأن يعني تقديم تفسير حول سقوط الحكومة الأفغانية بهذه السرعة؟ يعني يجب أن نفهم أنه في الديمقراطيات دائما هناك معارضة وهناك رأي عام وهناك صحافة، وهذا الذي حدث يعني فاجأ الجميع، لأن الجميع كان يتصور أنه بعد 20 سنة في أفغانستان وتصدير النموذج الغربي واستقرار وضخ الأموال الكثيرة وسقوط الكثير من الضحايا البريطانيون في أفغانستان، هم يتفاجؤون الآن أن كل شيء انهار في لحظة واحدة، وبالتالي أحزاب المعارضة ومع الصحافة الحرة يطلبون من المؤسسات في الدولة البريطانية أن تفسر لماذا حدث هذا؟ هل حدث بسبب خطأ ارتكبته الحكومة؟ أي أن كان لديها المعلومات وكان لديها التقارير وكان لديها كل شيء يعني متوفر وتعرف ماذا سيحدث، وبالتالي من الكسل أو من الفشل أو من سوء الأداء لم تقم بالواجب وبالتالي يجب محاسبته، أم أن ما حدث هو خطأ في المؤسسات مثل وكالة المخابرات البريطانية يعني الـ MI5 والـ MI6، هل هم فشلوا في ذلك؟ أو أن المؤسسة العسكرية لم تعطي التقارير الصحيحة؟ هذه كلها ضغوط من الرأي العام ومن المؤسسات ومن أحزاب المعارضة وحتى من الحزب الحاكم البريطاني على الحكومة من أجل يعني إقامة لجان من أجل تفسير ما حدث لكي يتعلموا منه في المستقبل، وهذا شيء معتاد عليه في الديمقراطيات الغربية. دكتور، بعض الكتاب يعني كما تابعت معنا أيضا ذهبوا إلى أبعد من ذلك، ربطوا ما يحدث اليوم بأفغانستان وهذه المفاجأة التي تعرض لها الغرب بسقوط الحكومة بشكل سريع، ربطوا باستراتيجية بريطانيا العالمية وإلى أي مدى اليوم هذا الإخفاق إن صح التعبير في أفغانستان قد يعني قد يكون بمصلحة بريطانيا بتحقيق هذه الخطط حول الاستراتيجية العالمية، أم ربما ستؤدي إلى إخفاق هذه الخطط؟ يعني هناك تياران في بريطانيا، تيار يميني متشدد دائما يعني يتصور من منطلق أعتقد الغرور أن بريطانيا هي دولة عظمى ويمكن أن تلعب دورها كما لعبته في القرن أواخر 18 و19، وهذا يعني مقولة يحملها اليمين المتشدد ولا أعتقد أنها تنطبق على الواقع، لكن الأكثرية الساحقة من الكتاب والمفكرين والاستراتيجيين في بريطانيا يعتقدون أن سياسة بريطانيا العظمى أو بريطانيا العظمى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لم تجد ما يبررها الآن على الأرض، لأن بريطانيا عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي كانت تقول أن الذي يكبلها ويمنعها من التحرك هي تلك القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ببيروقراطيته وبمؤسساته، وبالتالي إذا ما خرجنا فنحن سنكون أقوياء لأننا سنتعاون مع الولايات المتحدة وسيكون لنا دور قوي. في أفغانستان ثبت أن الولايات المتحدة لم تتعاون معهم كما يجب كحليف وثيق، بل انسحبت من دون التشاور معهم وتركتهم في ورطة، وهم الآن مع الأوروبيين يجدون أنفسهم أيضا في ورطة، فلذلك بريطانيا العالمية التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي مضطرة الآن بسبب العزوف الأمريكي إلى التعامل أو التحادث مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأوروبية من أجل إيجاد يعني خطة أو استراتيجية لكي يستطيعوا بالمستقبل حماية مصالحهم، وبالتالي خروجهم من الاتحاد الأوروبي أعادهم مرة أخرى، وهذا يعني أن بريطانيا العالمية لم تتحقق كما كان يتوقعها السياسيون.
في موضوعات أخرى أيضا، جرى تسليط الضوء على السياسات الخارجية لأمريكا، حتى البعض ذهب إلى أنه انسحاب أمريكا من أفغانستان هو نهاية القرن الأمريكي، وخصوصا وأنه كانت أمريكا يعني تمثل شرط العالم في أفغانستان. إلى أي مدى تبدو هذه التحليلات دقيقة برأيك؟ هذا صحيح 100%. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني وصلت إلى الحلقة الأخيرة من القناعة بأنها لا يمكن أن تكون يعني دولة تلعب دور الشرطي في العالم، وهي غير مستعدة لأن تلعب هذا الدور أبان عهد الرئيس ترامب. أما في عهد بايدن فحتى هذا الدور أصبح يعني بالمستوى المتوسط غير ممكن أيضا، لأن القيادة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية بدأت تشعر أن مشكلتها هي في تمددها، وأن الأخطار التي تأتي إليها من هذا التمدد الذي يأتي عبر التكاليف المادية الباهظة، وكذلك عبر سياسات الفشل التي رافقت هذا التمدد سواء كان في العراق وأخيرا في أفغانستان. ولكن دعيني أقول لك شيء، أن هناك الكثير من الكتاب وأهمهم فرانسيس فوكوياما المنظر السياسي في أمريكا المشهور، يقول أن مشكلة أمريكا ليست في سياستها الخارجية بل في مشكلتها الداخلية. أمريكا متقاتلة مع نفسها في الداخل، وهناك خلافات كبرى بين الأمريكان حول الهوية، حول هويتهم. هناك البيض الذين يعتبرون أنفسهم خسروا من جراء قدوم الملونين، وهناك السود الذين يعتبرون أنفسهم أنهم ظلموا تاريخيا ولم يعطوا حقوقهم. وهذا الصراع الداخلي في أمريكا هو الذي يضعفها أكثر من مغامراتها الخارجية. كما أن أزمة الاقتصادية في 2007 أثبتت أن النموذج العالم الاقتصادي غير صالح. هذه كلها أدت إلى ما نحن نرى أن يعني أفول ما يسمى العهد الأمريكي. دكتور أحمد، حتى يعني بعناوين متعددة اليوم مع تزايد الفوضى في كابول، يعني شهدنا انتقادات حادة للسياسة الأمريكية وقرار الانسحاب بما فيها رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي وصف هذا الانسحاب بالغبي، يعني ماذا يعكس أو ماذا تعكس هذه التصريحات برأيك؟ اولا يعني يجب ان نعرف ان بلير هو صاحب نظريه رايت تو انترفين، يعني اين نتدخل من اجل الحقوق الانسان ومن اجل مصالح الغرب. يعني هذه نظريه اعتمدها وطبقها ومارسها مع الرئيس الامريكي الاصغر جورج بوش. وبالتالي فان يعني انتقاده لاداره بايدن هو انتقاد ياتي لانه انتقاد له بالذات، لان هذه هي سياسته التي دفعت الولايات المتحده وبريطانيا الى الذهاب الى افغانستان، وهو يرى ان هذه السياسه فشلت. لكنه الان يقول انهم اذا اردتم ان تخرجوا فيجب ان تعرفوا كيف تخرجوا، وليس بهذه الطريقه المشينه التي يعني انهكت او التي اساءت جدا الى صوره امريكا في العالم. وبالتالي يقضه يتركز على طريقة الخروج، وكذلك أيضا على السياسات التي مترتبة على هذه الخروج، وهو برأيي يعني مصيب في هذه الناحية لأن صورة أمريكا تضررت وكذلك موقعها الاستراتيجي أيضا. شكرا جزيلا لك من لندن عبر خدمة سكايب دكتور أحمد عجاج الباحث في العلاقات الدولية. أشكرك وأشكرك. مشاهدينا برنامج من لندن متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. مناجم أفغانستان في أيدي طالبان والصين. أهلا بكم من جديد. الصحف البريطانية ركزت على التداعيات الاقتصادية والدولية لسيطرة حركة طالبان على أفغانستان، ولم تخلو من التركيز على مكاسب الصين وروسيا. ففي صحيفة ديلي تيليغراف تقرير لنيكولا سميث مراسلة الصحيفة للشؤون الآسيوية جاء تحت عنوان طالبان تتحكم لنا في معادن نادرة قيمتها 730 مليار جنيه استرليني والصين تطمح فيها. وفي الصحيفة نفسها مقال للكاتب روبرت كولفيل الصين لن تتردد في استغلال سوء التقدير الذي ارتكبه بايدن. أما في صحيفة الاندبندنت تقرير بعنوان الصين تتابع الموقف في أفغانستان بمزيج من القلق والأمل. أوضاع اللاجئين الأفغان مشاهدين أيضا كانت محل اهتمام الصحف البريطانية
ففي تقرير لإدوارد مالنيك في ساندي تيليغراف جاء تحت عنوان مجالس محلية تخطط لشراء أو بناء منازل جديدة للاجئين الأفغان. أما في مقال لكنان مالك في الأوبزيرفر جاء تحت عنوان أيضا ما تقدمه بريطانيا للاجئين الأفغان ليس كرما وإنما تصرف غير إنساني. تقرير كيم سينغوبتا في الاندبندنت جاء بعنوان أطفال أصبحوا أيتاما بسبب حالات الوفاة سحقا خارج مطار كابول. أما في تقرير لمارك تونسند في الأوبزيرفر أطفال أفغان قضوا أسابيع في بريطانيا بحاجة إلى ملابس وأحذية وأموال. معي دكتور عمار بجبوج أستاذ القانون الدولي بجامعة كينغز كوليدج. مرحبا بك دكتور عمار. دكتور، على مدار يعني الأيام الماضية شهدنا صور لأطفال على معظم الصحف البريطانية وحتى العربية تتحدث عن يعني كيف يتم إنقاذ الأطفال اليوم هناك. إلى أي مدى هذه الصور تعكس واقع الحال؟ مساء الخير لحضرتك بداية وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني ما يحصل أن المنظمات الحقوقية تحاول الضغط على الحكومة البريطانية لاستضافة مزيد من اللاجئين الأفغان. يعني الموضوع يعود بنا إلى الوراء عندما أيضا تم يعني انتشار صورة الطفل السوري الذي كان يعني غارقا في المياه اليونانية. فنحن نعيش الحالة الآن من جديد، لكن حول القضية الأفغانية. يعني اليوم الحكومة البريطانية تعيش أزمة تشريعية حقيقية، يعني هي بينما الآن تستعد لتنفيذ خطتها وقوانينها الجديدة للتضييق على اللاجئين والحد من قدومهم، وفي نفس الوقت تتعرض لضغوط من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان لاستقبال المزيد من اللاجئين الأفغان. لذلك أعلنت الحكومة يعني مؤخرا كما توقعنا أن هناك خطة لاستقبال 20,000 أفغاني ببرنامج إعادة توطين للاجئين الأفغان بمعدل 5,000 لاجئ سنويا، يعني معظمهم هم من الأشخاص الذين كانوا يعملون بطريقة ما لدى القوات البريطانية والقوات الأجنبية عموما من كوادر مثلا المترجمين والكوادر الطبية وحتى يعني الكوادر المهنية التي كانت تعمل لدى القوات الأجنبية. فالموضوع هو موضوع فقط محاولة ضغط من قبل المؤسسات الحقوقية على الحكومة البريطانية لاستقبال المزيد. يعني حتى أن لكن دكتور عمار بوقت يعني يتم التسويق فيه على أنه الدول الغربية يعني تقوم برعاية الأطفال وتولي اهتمام كبير لهم، هناك بعض المقالات والموضوعات ذهبت إلى أنه الأطفال الأفغان المتواجدين اليوم في الفنادق يعني لا يتمتعون أو لا يتحصلون على أبسط حقوقهم. هذه يعني التقارير لا يمكن ان نعتمد عليها لانها لا تستند الى يعني الى دراسه حقيقيه او الى تحقيقات واقعيه على ارض الواقع. يعني هناك غالبا بالنسبه للاطفال الموجودين بشكل عام، يعني نحن نعلم ان القضيه جميعها يعني كل القضيه الانسحاب الغربي من 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 افغانستان حصلت بشكل مفاجئ، وطبعا بالتاكيد يعني سوف يكون هناك حالات فرديه لمعاملات غير انسانيه او بسبب الظروف المفاجئه، لكن بشكل عام الطالبين اللجوء هنا في بريطانيا يعني هناك قوانين تحميهم، هناك قوانين تقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية، وحتى الأطفال يعني حتى الأشخاص الذين لم يحصلوا على حق الإقامة في بريطانيا لديهم الحق في التعليم ولديهم الحق في الطبابة وغير ذلك. وبالتالي يعني لا يمكننا الاعتماد على هذه التقارير وإن وجدت. يعني بالتأكيد أنا لا أقول أنه لا هذا الكلام غير صحيح أو ما شابه ذلك، لكن لا يمكن الاعتماد على هذه التقارير بشكل كلي. ما المطلوب اليوم دكتور من الغرب؟ يعني كيف يتوجب عليهم التعامل مع من يصلون اليوم إلى أراضيهم؟
أنا أتوقع سوف تكون هناك موجة ثانية من اللجوء إلى أوروبا بشكل عام، وعلى أوروبا وبريطانيا أن يستعدوا لموجة أخرى قد لا تكون بالحجم الذي كانت عليه في عام 2015 و2016، لكن بالتأكيد سوف تكون هناك موجة جديدة من اللاجئين. على بريطانيا أن على الدول الأوروبية عموما أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة لتبعات الفعل الذي حصل في أفغانستان من الخروج المفاجئ. يعني كان من المفترض أن يكون هناك فترة انتقالية للانسحاب، بحيث أن يتم يعني تسليم مقالد الأمور لسلطة تستطيع الدفاع عن الدستور الأفغاني، لكن بهذه الحالة بهذا الخروج يجب على أوروبا أن تتحمل، أو على الغرب أن يتحملوا تبعات أفعالهم بحماية القادمين الفارين من طالبان، لأن يعني يتوقع أن كل شخص عمل مع القوات الغربية بطريقة ما قد يكون مهددا ولو بعد حين. يعني حتى لو أن الآن طالبان قدمت تقرير بأنها ماذا عن هؤلاء الموجودين في أفغانستان أيضا؟ تماما، هذه هي الإشكالية. يعني اليوم تحاول طالبان تقديم ضمانات، تحاول أن تقدم وجه آخر للغرب لعلها يعني تحظى ببعض الاعتراف، لكن يعني هكذا ضمانات غير لن تكون مأمونة الجانب على المدى الطويل. يعني نحن نعلم أنه خلال سنوات عديدة يمكن أن يتم الانتقام من هؤلاء الأشخاص فقط لمجرد أنهم، وخصوصا أن يعني الانسحاب الذي حصل من القواعد الأمريكية تركوا كافة الملفات وكافة الأوراق، والآن يعني حتى حركة طالبان على اطلاع بكافة الأسماء التي كانت تعمل لدى هذه القوات، وبالتالي هم فعليا في خطر حقيقي. إن لم يكن اليوم سوف يكون ذلك في المستقبل، وبالتالي على نعم الغرب أن يتحمل مسؤولياته بإخراج هؤلاء وحمايتهم وإيوائهم في بلدانهم الغربية. شكرا جزيلا لك دكتور عمار بجبوج، أستاذ القانون الدولي بجامعة كينغز كوليدج. الصحف البريطانية خصصت الرسوم الساخرة أيضا لمناقشة تداعيات سقوط كابول، ووجهت انتقادات للحكومتين البريطانية والأمريكية. الأوبزيرفر رأت أن بوريس جونسون يكلف وزير الخارجية دومينيك راب بإدارة الأزمة، بينما راب في عطلته ومن خلفهما يظهر تهديد الإرهاب العالمي. ساندي تايمز سخرت من تواجد دومينيك راب في عطلة يوم سقوط طالبان، ونصحت من يتعرض إلى أزمة بعدم الاتصال بوزير الخارجية. أما بالنسبة لساندي تيليغراف، رسمت الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بتوفير كل الموارد المطلوبة لإدارة أزمة أفغانستان، بينما الوضع على الأرض يبدو مشتعلا ويشهد نشاطا لحركة طالبان.